مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند محمد بوشيبة، محمد بوشيبة المنسق الجهوي ديال منظمة ما تقيش ولدي. مشاهدينا الكرام، قصة غريبة وصادمة صراحة ديال الأخت نادية. نادية شابة ساكنة في هولندا، عندها وليد صغير. نظرا لعدم توفر الوثائق احتضنتها دولة هولندا كلاجئة. مؤخرا أفغاني صغير السن شيئا ما كيخرج الابن ديال عنده 5 سنين، من بعد تيقلبوا عليه هولندا كيكتشفوا أمور صادمة فيها تكعيرض، فيها محاولة القتل، فيها أمور غادي تشوفوا معي الفيديو ديال الحقوقي محمد بوشيبة غادي يشرح الواقعة. وكذلك نعلن التضامن الكامل دون قيد أي شرط مع الأخت المغربية نادية اللي هي في هولندا. تبعوا معي الفيديو. السلام عليكم. بوشيبة محمد طيب، المنسق الوطني لمنظمة ما تقيش ولدي. بكل أسى وأسف هذا الصباح تلقينا بمكالمة وخبر مؤسف من عند المنسقة ديال ما تقيش ولدي في هولندا، الأخت نادية الوهابي، التي أخبرتنا بفاجعة أخرى تنضاف إلى الفواجع اللي كيتعرضوا لها وليداتنا في ضحايا البيدوفيليا وضحايا الاعتداءات والاختطافات. هذه المرة هذه جاء الدور على واحد الطفل ديال 5 سنوات اللي هاجر رفقة الأم ديالو والأخت ديالو الصغيرة، وما طبعا من أب مغربي، واللي هاجروا إلى هولندا وعانوا شيء الكثير، ما عندهمش الأوراق، ما عندهمش الإقامة، واللي حطاتهم السلطات الهولندية في واحد مخيم ديال اللاجئين. وهنا كنطرحوا سؤال، كيف هي مهاجرة وتوضع في مخيم اللاجئين، علما بأن المغاربة بعيدين كل البعد على طلب اللجوء حقيقة، لأن بلدهم آمن. وكذلك لم توضع الحماية اللازمة لهذا الأطفال، لأن يقال وحسب الكاميرات ديال هذاك المركز اللي هو في كارتفيرست، هذه المدينة الهولندية، اللي خرجوا 2 أطفال، واحد أفغاني كيقولوا بالبايسيكل بالبسكليطة ديالو مع هاد وليد 5 سنين، ورجع هذاك الأفغاني وخلى الآخر في هادشي وقع يوم السبت، وخلى الآخر في الغابة. يعني كيف هاد الدخول وخروج أطفال دون رعاية، دون وين كتحمل السلطات الهولندية المسؤولية. ثم أن هاد الوليد هذا من بعد ما بحثوا عليه مدة طويلة، لقاوه بفضل كلاب المدربة اللي مشات وهي اللي شماته في كينا، ولقاوه في حالة خطيرة جدا، مغتصب مجرد من الملابس ديالو، مدبوح يعني نص ذبحة، يعني مدبوح في الجهة اليمنى من العنق ديالو، بمعنى ربما ما سعفهمش الوقت أنهم يذبحوه وهربوا. وجابوا الولد، الولد راه في الكومة، يعني هذه تقريبا دابا راه أيام هو في الكومة. الأم ديالو في حالة صعبة جدا. السلطات الهولندية كتحقق باش تعرف شكون الفاعل. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الفيديو صراحة قصة صادمة. مشاهدينا الكرام، نتمنى من السلطات الهولندية بحث دقيق في الموضوع، لأنه هذا الطفل يتعرض لهذاك العرض بهذه الطريقة، وكذلك الذبح هو حاليا في الإنعاش الطفل بين الحياة والموت. النداء كما قلت في السابق للجوا المغاربة أن نضامنوا مع الأخت نادية في هولندا. مشاهدينا الكرام، سوف نبحث أكثر في الموضوع وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في الموضوع ديال نادية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.